فين كنا وفين ولينا. سلام عضلاتي، جسبر كلكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفلوغ غنجمع لكم فيها اخر 3 ايام في رمضان، تجهيزات العيد واول ايام العيد. ان شاء الله يعجبكم. يلا بقوا معايا بلا ما نطول عليكم. اليوم الموعد تاع الدراري ديال الحسنه تاع الشعر. هذا الباسك اللي كيجي عندي ديما للدار، هاتوا واخده ليهم موعد من قبل رمضان. اليوم فطرت عند عدوستي، ساليت الفطور، جيت دغيا للمول مراسلة العشاء. مي صراحة كاين الزحام، مسالية كلشي ديال العيد، غير جيت على قدر المساعدات باش ناخذ من حوايج العيد. فليت معايا وحدة ولاخرى غنبقى نصور ليها، عندي في بالي جوج المحلات غنمشي ليهم دغيا دغيا. والاخر اختارت لي جبت التليفون اش ما بغات عارفه قياسها. وهاد العود خديته لولدي من واحد المحل ديما كنلقى غير في الغوز. اليوم قلت خليني ديزا محتاج ندخل، قالت لي لولدي باغي تفاجئ مع بنتي. تعطلنا هذه 11:30. المشيه السريعه، راجلي كيتسناني في الطوموبيله وتعطلنا عليه. نتوما عمرني ما شفت المول عامر هكا من بدات الكورونا، عرفتوا الزحام. انا ما عرفتش علاش خليت حوايجهم ديال العيد حتى لاخر لحظه، ما قلت يلا نمشي مورا الفطور دغيا ولا الصباح نلقى خير. صباح الخير عليكم. اليوم عندي موعد في الصالون باش نصوب ظفاري، ولا مشيت تعطلت عليه هزني الماء. ساليت ظفاري واخيرا صغبني الله ومشي درت الفرنش ودابا عاد فهمت راني باقا ما صبتش الحلوه وغادا نصوبها اليوم. فكان عليا تنصب الحلوه عاد نصوب ظفاري، لانه هاد الفرنش مشكله الا مش حتى توسخ ولا تقشر وجرات لي شي حاجه. يلاه وصلت، دابا غنطلع دغيا نبدل حوايجي ونصلي العصر ونبدا في الحلوه ان شاء الله يقضي الوقت. المهم انا غندير جوج الانواع تاع الغريبه، لان ديجا جاتني الحلوه بزاف هاد العام، لي كادو جو كانوا كتير تاع الحلاوي. سو غنزيد غير جوج غريبات. انا غندير الغريبه البهله، كيما شفتوا عندي ربعه ديال الججلان اللي طحنته غير شي شويه، حمرته طحنته، وعندي اللوز حتى هو ربعه حتى هو
هذا حمرته على في الفران او تحمره على في المقله، انا حمرته غير في المقله حتى هو طحنته. والسكر كيما شفتوه ما كديروش سكر كلاصي، كديروا سكر عادي سنيده، مي كطحنوه حتى هو نص طحنه، معلقه تاع القرفه، جوج خميرات، وفاني بودر. هذا هو اللوز اللي حمرته بقشوره وطحنته. شتو الطحنه كي دايره؟ ما كيوليش تخلوه الطحن تيولي هكا مدهن مدسم، غير هكا تيترمش ويكون خفيف ترميش ديالو قريب للججلان وصافي، وتتحبسوا عليه. درت واحد الطريقه شوفوا قداش ديال الخميره باش تشقق لينا البهله. مهم كما قلت لكم جوج كيسانتو على عنبه ديال السكر وطحناه خفيف، ربعه ديال الجلجلان طحناه خفيف حمرناه هو الاول، ربعه ديال اللوز حمرناه بقشور وطحناه حتى هو شتو كيطحناه. طريقه ديال الخميره جوج كيسانتو العنبه في الزيت، معلقه صغيره ديال القرفه اختياريه، جوج خميرات ديال الحلوه، وساشيه واحده ديال الفاني اون بودغ، وجوج كيسان تاع العنبات الزبده دايبه وبارده بحراره الغرفه. حاولوا تصفوها، انا راه زربات لي عليها البنت، صفات عليا دغيا مي بقى داك الماء ديالها لتحت. المهم هادو هما المقادير، تقدروا تعوضوا اللوز بكاوكاو، تقدروا تعوضوا اللوز تاني بضعفوا كميه الجزلان. هنايا شوفوا كندوب ديك الخميره البلديه اللي حطيت الخميره العاديه، تنضغط عليها لانك تعرفوا دوك الحبيبات ديالها بعض المرات ما تيذوبوش بسهوله، حاولت نضغط عليهم بيديا باش نتاكد انهم دابوا باش يعطوا المفعول ديالهم لانه هما اللي كيشققوها. المهم دابا غنبداو الدقيق شويه بشويه، هي تزيد ليا وانا كنجمع العجينه، هي كتزيد الدقيق شويه بشويه حتى غنشوفوا شحال غيدخل لينا من كاس ديال العنبه، وتجمعوها هكا بشوي بشوي. كما قلت لكم القرفه اختياريه، تقدروا ديروا اكثر من معلقه، تقدروا ديروا غير معلقه كما درت انا او بلاش منها الا ما كتعجبكمش، ولكن انا تتعجبني بالزلجلان والقرفه، هاد جوج المكونين مهمين فيها ولا ما كتجينيش بنينه صراحه، يعني مع ان هي ما شاء الله عامره بالزبده والزيت. هادي اللي دايره الريجيم او ناويه ديرو بلا ما ديرها، لكن انا غنحاول نتخلص منها في اول 3 ايام تاع العيد. انا دايره دابا هاد القياس كيجي ما شاء الله كتير، ولكن نعطي منه للناس غت فهمتوا، ما هو يبقاش. انا ولادي كتعجبهم. المهم غنبقاو نجمعوا 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 حتى غنشوفوا شحال غيدخل لينا ديال الدقيق، ولكن حاولوا ما تبقاوش غير تزيدوا مره واحده في الدقيق، بشوي بشوي حركوها وعقلوا عليها. المهم شتو كي ولات دابا بدات كتجمع، دابا غنبدا نحاول شويه هكا ندلك فيها شويه بشويه. هي كتبغي شويه هكا العجينه، كتبغي تعجن مزيان. غنبقى هكا ندلك فيها بشوي بشوي حتى نشوف من بعد عيني ميزاني واش نزيد ولا لا، لان ما بغيتيش تعذبني وانا كنجمع فيها تكون قاسحه، وما بغيتهاش تكون جاريه بزاف. المهم لحد الان انا درت فيها 10 الكيسان اونص تاع العنبه اللي دارت ليا، طبعا راه هذا ماشي قياس، انا تخلي ليا 10 الكيسان ولا 11 كاس ديال العنبه، تقدر غير يدير غير 8، حد اخر يدير 12 على حساب الدقيق قلت لكم. المهم دابا تقريبا صافي، ما يمكن ما غنزيدش، نعجنها بحكة شويه ونشوف. دابا غنبدا ونشكلو فيها. درت لكل كره فيها 20 غرام، درت بالميزان علاش؟ لانني انا غنصوبها والمساعده غتصوب معايا، فاش باش ماشي كل واحد يصوب كره على هواه غتجيني ديك البهله كل وحده وقياس، وخصوصا انني كنبقى نوريهم ديروا هكا ديروا هذا القياس بحال هكا، ما كيقدروش يضبطوا القياس بحالي. قلت احسن حاجه نديروا الميزان باش ما نبقاش نعاود من وراها نقاد، فهكا خرجوا لينا. واخا هي انا كندورها بطريقه غير وهي كدورها بطريقه غير، ولكن يلا ماشي مشكل، نصحح شويه موراها، ولكن البهله ما كيبانش فيها بزاف، غير المهم تكون نفس الوزن يعني نفس القياس، لان كتفرش شويه وكتشقق باش ما تكبرش بزاف. دابا وهي كتدير في هذه
انا خرجت كاوكاو من الفران، كنا حاطينه يتحمر، غنخليه يبرد باش نطحنوه لانه غندير غريبات كاوكاو. دابا غندخل الصينيه الاولى وغنخرجها ونصورها لكم تشوفوا كيفاش خرجت، واش تقيقات بزاف ولا ما تقيقات. المهم هذه البهله ديالنا من بعد ما خرجناها جات هي هذيك تشقاق داكشي اللي بغيت، ما بغيتهاش مشققه اكثر من هكا. المهم دابا بديت في الغريبه ديال كاوكاو. حمرت كاوكاو في الفران، حاولنا شويه نقوه من القشور ديالو، طحنته مع واحد جوج معالق ديال الكوكو. كتعجبني شويه كوكو، كدير واحد التهليكه زوينه بزاف. الناس كيديروا غريبه تاع كاوكاو وكيزيدوا فيها كوكو، انا ما غنزيدش بزاف، غنزيد غير شويه. المهم هنايا عندي الزا ديال فاني، جوج خمارات، معلقه تاع كاكاو مر، معلقه كبيره ديال المربى ديال المشمش ما في، ميكونش فيه الطراف. وهنايا عندنا نص كيلو ديال الكاوكاو مطحون مع السكر، السكر جوج كيسانت على العنب درت تقريبا، طبعا كيبقى على حسب الذوق. طحنتو مزيان كما كتشوفوا، حتى ولا بودر، ولكن ماشي ولا بحال بخاليني، بقى هكا يعني باقي مفتفت، ماشي تخرج داك الدسم اللي فيه. هو نورمالمون كتجمع بثلاثه البيضات، ولكن راه كل واحد على حسب كاوكاو على حسب البيض. انا بديت بجوج بيضات وغنعجنها ونشوف، بقات ثقيله وخاصاني بيضه اخرى غنزيدها. قدوني هاد جوج بيضات صافي غنحبس على حساب داكشي كي غيخرج. ما تحطوش البيض كامل مره واحده لانه ممكن تجرى ليكم وخصكم ديك الساعه تعاودوا تزيدوا كاوكاو ويكون كاوكاو تسالى، فمشكله. المهم هي هادي من بعد ما تجمعات، هنا حطيت شويه ماء الزهر باش ندهن به يدي ونبدا نجمع. حتى هي درت فيها 20 غرام، درناها بالميزان، هي كتكور ديالي 20 غرام، وانا كنحطهم في السكر كلاصي. السكر كلاصي خصو يكون نوعيه مزيانه، اوكي. وصافي شي درت فيه الكركاع، شي خليته بلاش. وهي هادي من بعد ما خرجات عصور ريحه غزاله، غير هي كتبغي تشعلوا عليها من الفوق تتشقق، عاد من التحت تحطي ولا تلسع لكم من التحت، دغيا دغيا كتبدا تحمر من التحت. صراحه كتجيني من اسهل الغريبات، عرفتو. صافي وجدت كل شيء، صافي شويه بقات غير ربع ساعه للاذان وصافي. طلعت نبدل حويجي، طلع معايا كيلعب حدايا، وحدايا المساعده قدام عينيا طاح على واحد القنيات ديال واحد المجر، ما عرفتش كيفاش تا تحل ليه راسو شويه. دابا راه جبتو باش نخيط ليه. شوفوا شحال هذه الساعه فطر علينا وحنا جايين للسبيطار اذن، ودابا راه شافوا ليه كلشي. دابا كنتسناو في الطبيب كيوجدوا ليه باش يخيطوا ليه، كيوجدوا ليه في ليبره تاع البنج لراسو باش يخيطوا. راجعين دابا للدار، هذه 8 و ربع، داروا ليه جوج غرزات، عرفتوا ما تمنوهاش لشي حد. تعطلت على الحنه اليوم، دايرين مع الحنايه، غتجي عند عدوستي باش غتحلي لنا كاملين. ونسيت انا مشات من بالي، كشتو البارح اشنو جرى، قلت ما نقدرش نعس في الليل، ما نقدرش نعس، كنتخيل كيفاش طاح قدامي وكيفاش يعني طيحه بسيطه، وكيفاش ولينا مخيطين على قبلها جوج غرازي، ومسكين ما نقدرش نعس على ديك الجهه الاخرى. قطعوا لي شويه من شعره وحسنوه لي بالماكينه بالطوندوز، حتى كان واحد النهار غريب. المهم انا مشى من بالي اليوم لا حنا ولا حتى شي حاجه وقعت في بالي. رجعت للدار، دابا غنعس دراري، نبخر شويه الغرفه ومن بعد نشوف شنو عندي غدا العيد، راكم عارفين. المهم ساليت داكشي اللي غنبقى عدو، بخرت ليهم حوايجهم، راجلي غيمشي للصلاه في الصباح ديال العيد، فبخرت لي حوايجي وساليتهم. عاتو عيان ولكن ما فياش النعاس. المهم ساليت لي عليا، نسيت راه شاريه هاد العدسات من الاول تاع رمضان على اساس غنلبسهم في العيد ولا هكا، ما حليتهم، ما شفتهم كي دايرين ما حتى حاجه، يلاه لمحتهم دابا راه محطوطين. الباكجين ديالهم زوين دايرينو، كما عرفتش كي غيخرج. المهم قادي دابا كلشي اللي عندي، غنمشي ندوش ونحاول نعس. عرفتو راسي ما فيش نعس، ولكن جسمي عيان شي نعاس. وصراحه باغا نفيق غدا بكري، نوجد راسي بكري، نفيق الدراري بكري، نفطروا على خاطرنا، عاد نخرجوا نمشيو عند عدوستي.
المهم فطرنا وسالينا، ودابا حطيت لهم هكا، قديت لهم الطابله باش الطابله ديال العيد راكم عارفين. بقى راجلي شرب اتاي بما عيد على الناس وكمل اتصالاته، بما انا وجدت راني ديما معطله نهار العيد غير سكتو. وما حطيتش الحلوه كامله لانه ما كاينش اللي غياكل، غنمشيو دابا نكملوا العيد عند عدوستي. سو حطيت غير داكشي بسيط. راجلي ولدي الكبير سالا ولبسو، وانا دابا كنبخر في عبايتي صافي تقريبا غنسالي. ولدي الصغير باقي تيدور. تحلات حدانا قهوه جديده، شحال هادي وراجلي كيتسناها تحل، واول افتتاحهم هو اليوم العيد. فدزنا باش ناخذ قهوه فيها عاد ندوزو للدار لان قريبه لينا بزاف. وصافي وصال نهار العيد الاول تقريبا هادي السبعه. المهم كان هذا هو الفلوق تاع اخر رمضان والعيد، كان بالمختصر. كنتمنى يكون عجبكم، وشكرا بزاف على المتابعه، وما تنساوش تابعوني على الانستغرام.